بسم الله الرحمن الرحيم. والذين قال الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم الله إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان من كل بد أن نخلي النساء والأولاد، لأن هذا النظام الهمجي بجنده الصفويين المجوسيين لا يحرم شيئا، يستبيح الأعراض، يستبيح ذبح الأطفال، يستبيح التهجير، التشريد، هدم المنازل. ولكن نقول له، نقول لرئيسهم بأن حجارنا صامدة، بأن التل صامدة، سيبقى صامد في وجه هذه الهجمة الهمجية الصفوية. هؤلاء الناس ما ذنبهم؟ هؤلاء الأطفال تركوا بيوتاتهم، تركوا ألعابهم، هؤلاء الأطفال تركوا ملابسهم، هؤلاء الأمهات لوعة، هؤلاء الأمهات انظروا في قلب الليل، في جنح الليل تم تهجير أولئك النساء الأطفال. نقول له حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بدأت من هنا رحلة التهجير الطويلة. اللهم نسألك ألا تطيل بها، اللهم نسألك سقوط هذا الطاغية المجرم، ليعود الأطفال والنساء إلى بيوتاتهم إن وجدوا بيوتا، ليعودوا إلى أراضيهم حتى ولو كانت أحجار أو ركام. السلام عليكم. الحدود التركية السورية صبروا. إجا تقول له لمشوار؟ إجا تقول له لمشوار؟ ارحل. ليه جايين لهون انتو؟ وين هلا انتو؟ بعدين طفين السيارة، وين بعدين؟ تركيا. ليه جايين على تركيا؟ عشان يقصف الرفعات. دي يقصف الرفعات؟ مين دي يقصفها؟ بشار. بشار؟ ايه. انتو على وين بدك تروحوا؟ تركيا. على تركيا؟ ايه. 5/4/2012 الحدود السورية التركية.